بكل خير. مساء الفل للناس الكل. الليلة بكل تأكيد عنوان الضمان على مستوى الساحل من السديدة هو في ملعب التعاون في حي الوزرية. يا متشاب يا متشاب على مستوى عناوين بطولة الرابطة بكل تأكيد دلوات على مستوى هذا السيزون هذا العام. فريق الرابع تمر الكرة على اليمين، هذه هي مكانة المرور، يعطي بني السلام كرة ممتازة، كرة على اليمين يمشي وزع، سوكي وخلص الدفاع، خلصها عموري في أسطورة لفريق أسطورة الرياضة الأزرق في هذا المساء يمشي بكرة، أي 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 أي، أشنو هذا؟ ضاعت الكرة على فريق الرياضة. ضاعت الكرة وهو يتعب الرايح الثنائي عبد الرحمن بوزبا واللاعب احمد خوجاني باليسار وسط ستار من هذه الكرة كرة فيها خطورة لفريق الدخيل يمشي بوزبا وسع مرة جنوبية كرة نجم الكرة الفرنسية بوزبا أمس إلى هذه اللحظة بالتأكيد مباراة خجولة من الجانبين لا وجود لفرص حقيقية بالجملة للدفاع العالي عذاري في الدنيا كورة وهذه كورة بجول كورة بجول يا سلام يا سلام يا سلام أحمد عز نتيجة في هذه أمام الكروية وهدف أول مشاهد الكرام عذاري اللاعب أحمد العسيري ولكن الحكم احمد سليمان يعود لتقنيه الفار يعود المستشار احمد سليمان لمشاهده هذه اللقطه والان صوت القرار مخالفه نعم مخالفه تمضي الى باب مشاهده الكرام ولكن مخالفه تعادل جديد ضغط عالي يتابعون عمل التغيير الان وهذه كرة خوزلي يعطي كرة السلام عطفات فيها جول فيها جول غريبة غريبة وعجيبة هذه الكرة يمشي خوزلي تسلم جديد مرة أخرى لبتاع وهذه البنية على اليسار يمشي راب خليل خليل جول أم لا خليل مهارات ممتازة عطفات يا سلام يا سلام يا سلام رائع خليل اذا تمشي كرة بالركنية يمشي بوكبا يوزع كرة بالراس من زيكو ولكن مر الصدمات شرعالي يعطي لمسة هذه الكرة لشرعالي تعود من جديد هو المشاهد اللي متابعينا كافرة تاتي من المستشار احمد سليمان لتالي نهاية العصر الأولى من هذه المواقع إذا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا نجدد الترحيب بحضراتكم في هذا الشوط الثاني من هذه المواجهة الحديدية ممتازة كورة عن طريق الصبحي صبحي ذا كورته شنو هذا يلعب بالناصر عيني وهذه كورة اليسار كورة جول وين يا ولدين جاءت الكورة على فريق الرياضي جاءت الكورة على أسطورة الرياضي فؤاد الزناني أطول خلصها حسن العمري مرة أخرى تواصل فريق التخيل شرحيلي على اليمين شرحيلي على التوفيق شرحيلي وسع مرت الكورة مرت الكورة من أمام اللاعب خليل سوكو تعاد من جديد كورة عن طريق أحمد الخوشني يعطي كورة بوجبا لمسة ممتازة عن طريق السريع يمشي بسرعة خليل وسع يا سلام يا سلام يا سلام سامي الزهراني الزهراني شال دفاعاتك يا شادع الزهراني بكل الدلال وهذه كورة وخلصها كمال خلصها كمال بامتياز الزهراني شال دفاعاتك خلصها على صوت دخيل خليل يعطي كورة بالمصرية
إذا فيش كورة خطيرة ايش تواجه كورة على العالم يا ولدي عابرة الكورة على العالم طاهر بن شبيب يجي لمسة على اليمين يعطي الفطين ولكن المخالفة وجعت الفرصة أنا أنت كابتن يمشي الآن بوجبة والدقائق الأخيرة لفريق التخيل يمشي في رجليها يمشي واسع مرت الكورة من أمام خجلي ومشاهدينا متابعينا سامر دنيا كابتن أمو المستشار أحمد سليمان يطالب عن نهاية هذه الكمة الكروية سامر دنيا